أكيد مع شيماء. يحكى أن هنالك جزيرة بعيدة يعيش فيها كل المشاعر والأحاسيس معا. وفي أحد الأيام هبت عاصفة قوية هاتية من المحيط وهددت بإغراق الجزيرة. انتاب الهلع جميع المشاعر، لكن الحب تمكن من بناء قارب كبير للهرب، وركبت كل المشاعر في القارب ما عدا شعور واحد. فنزل الحب للبحث عن هذا الشعور ومعرفة هويته، واكتشف أنه الكبرياء. حاول الحب أن يقنع الكبرياء بالصعود إلى القارب، لكن دون جدوى، فقد أصر هذا الأخير على البقاء. طلبت جميع المشاعر الأخرى من الحب أن يترك الكبرياء وشأنه ويصعد إلى القارب، لكن بما أن الحب قد جبل على حب الجميع فلم يستطع المغادرة وبقي مع الكبرياء. وهكذا نجت جميع المشاعر ما عدا الحب الذي مات مع الكبرياء. العبرة المستفادة من هذه القصة القصيرة ببساطة: لا تدع كبرياءك يتغلب على مشاعر حبك للمقربين منك أيا كانوا، فالكبرياء يقتل الحب مهما كان كبيرا. النهاية.